دكتور شيرال سالم موجودة معنا اليوم، اختصاصية بالجهاز الهضمي والكبد. رح نحكي عن القولون العصبي أو الـ IBS. أهلا وسهلا فيك. بعتقد أنه نحن باللبناني بنسميه المصران الغليظ 100%. بعتقد أنه شائع هالشي، يمكن ما بعرف إذا بهالميلة من الكرة الأرضية. شائع بكل الكرة الأرضية إنفاكت. هو من الامراض الجهاز الهضمي اللي اكثر شيوعا، واللي اكثر شيء من العالم ما بيعرفوا انه عندهم اياها، وبضلهم يشكوا منها من وقت للتاني، بس ما بيعرفوا انه يستشيروا او اي ساعه يروحوا لعندهم. ليه عوارضها متعدده؟ يعني بتضيع ولا عندها عوارض كثيره، ولكن العوارض تبعولها شوي فاغ ديفيوز، منهم شيء معين تقدر انه يعني بس تقولي بس هيدي او هلا بس منهم شيء. هن اشياء رح نحكي شوي عنهم، هي اضطرابات بقلب المصارين، بقلب الامعاء الغليظه، بتكون نتيجة عن تقلصات بقلب المصران أو تشنجات بالعضلة تبع المصران. أكثر عوارض بتبين عنها هي آلام بالبطن، إمساك أو إسهال، انتفاخ أكثر شيء، وعادة في تغيرات بعادات الأمعاء تبعولنا. مع بتجي وقت طويل، اوكي، وما بتجي وقت محدد، بتجي ديورون توت لا جورني، صباح ظهر او عشيه، منا وقت معين لها، وما بتجي اكيوت، يعني هي شيء كرونيك مثل ما بنقوله. فإذا هيدا مشكلة مزمنة بده يتعايش معها ويشوف كيف اللايف ستايل تبع حياته بده يكون عم يتأقلم معها. شو الأشياء اللي بتسبب هيك كرايز إذا فينا نقول؟ بعد لهلا ما في شيء عندنا سبب دايركت هو واضح. سبب لإله، أوكي، ولكن عندنا عدة أمور، في تريجر أكيد، يعني في تريجرز هن اللي بخلونا أكثر تعمل تفاقم لهدول الأعراض اللي نحن عنه. بينتهم اكيد الستريس والتوتر اللي عايشينه، منه سبب دايركت له، بس اكيد له تاثير ديركتوما على الاعراض تبعوله، يعني بزيد الالم اكثر لما نكون ستريس، بزيد النفخه اكثر، اذا كان عندنا امساك بزيد الامساك اكثر، اذا كان عندنا اسهال بزيد الاسهال اكثر من وراء الستريس. اكيد في عندنا نوعيه الاكل اللي بناكلها، عادة في اوقات لازم ننبش على حساسية نوع من الاكل، بنصير نحن من خلال الطعام اللي بناكله بنلاحظ انه هيدي الاكل بتزعجني اكثر من غيرها، وبننبش اذا عندنا نوع من الحساسية عليها. ما في شيء لكل الناس يعني؟ لا، ما في شيء لكل الناس، هيدا ما شيء نعرفه، انه كل حدا هو لحاله، وحتى العلاج تبعوله رح يكون كل واحد منا لحاله. بالنسبة كمان زيادة للعوارض أو للأسباب اللي منشوفهم، أوقات بيكون أدوية مزمنة إحنا عم نقدر ناخدهم كمان بتأثر على عصب القولون يلي عنا إياه، وحتى الأمراض الثانية ممكن تكون أون كومباني معهم، يعني مثل العالم يكون عنده حساسية على القمح أو على اللاكتوز، أو العالم نفس الوقت ممكن يكون عنده المصران الغليظ، ولما يكون عنده هالشيء بفاقم كمان المصران الغليظ أو القولون العصبي. هلا الستريس والحالة النفسية بتأثر، بس يمكن العكس صحيح كمان، لأنه ما بيكون مزعوج كل الوقت الإنسان ومنه فهمان أوقات ليش، وحتى لو فهمان ليش فكمان بيسبب له ستريس وديبرشن بيقولوا اوقات يعني، وبنرجع بنبرم بنفس الحلقه المفرغه. دائما هالشيء بيبدا من الطفوله او بيبدا باعمار معينه؟ عاده على سن البلوغ عم نحكي بنبلش تبين، وكل ما نزيد شوي بالعمر خاصه عند النساء بين ال 40 وال 50 سنه بصير يبينوا اكثر العوارض مع تغييرات الهرمونات اللي عندنا. بس ما في وقت، يعني عمر معين هي بس لها، انه كان عمرك 20 سنه ولا 50 سنه، لا، هي عاده بتبلش على سن البلوغ ولكن بتكمل معنا لكل الحياه. شو هي الادويه اللي ممكن انه تكون عم بتساعد؟ اي نوع من الادويه؟ وهل فعلا عم نحكي عن مرض مزمن، في ادويه مزمنه ولا حسب الطلب؟ لانه الهيئه انه ما في علاج. صح 100%. هي لهلا بعد ما لقينا علاج دغري له، مثل ما قلنا هو الشيء رح نكون عم ناخذ الادويه، الادويه هي لنخفف العوارض اللي نحن عم نحسها. بيساعد بالتقلصات يلي عم تحكي عنها؟ مضبوط، ان كان الانتي سباسموديك نخفف تشنجات، في كثير اوقات بنسعى نعطي بالاخر انتي ديبريسور او حتى انكسوليتيك، هدول اللي بحيساعدونا اكيد. واكيد في عندنا اللاكساتيف اللي بنعطيهم لما يكون عندنا امساك تنسهل الخروج تبعنا، واكيد لما يكون عندنا اسهال حتى نقدر شوي نشد المعده. هيدي اشياء بناخذها بوقت المشكل؟ بوقت الانزعاج ولا كمان هي كمان علاجات؟ هن علاج الون تيرم. الاهم من العلاج الادويه بحد ذاته، لانه هو الادويه بحد ذاتهم بيكونوا اون دوزيام بارتي. اول طريقه من العلاج هي بدنا نراقب
الاعراض ونقدر نساعدهم باللايف ستايل موديفيكيشن تبعولنا يلي هي بنبلش من اشياء الاكل نظام التغذيه تبعولنا. اول شيء بنحاول نتبع مثل حميه اقصاء اذا بدك، بنجرب نشيل شوي شوي الاكل يلي عم يزعجنا، ولكن بدنا نكون اكيد عم نتبع مع حكيم او اخصائيه تغذيه حتى ما نتاثر بحياتنا ونعمل فيتامين ديفيشنسي حتى ما نوصل لمطرح تاذينا. اكيد في اشياء معينه احنا بنطلب من المرضى يبعدوا عنا، مثل من الاكل عم نحكي عن البقوليات يلي بيكون عنا حمص، فول، فاصوليا، الخضار اللي بتكون صلبه مثل الملفوف، البروكولي، القرنبيط، هاو كثير بنطلب من العالم يبعدوا عنا. هودي رح يضايقوا كل الناس؟ هاو رح يعني يلاقوا تقريبا كل الناس. كل الاشياء اللي ما كثير حتلاقي من الناس هي الالياف، رح نطلب من العالم يفوتوا كثير الياف على الغذاء تبعولهم، على النظام تبعولهم، ولكن بعض من اللي بتساعد انه نقدر نعمل نخرج بطريقه طبيعيه وحتى تمسك لنا الخروج لما يكون عندنا اسهال، ولكن في بعض الاحيان الالياف بتزيد الانتفاخ عند هدول الاشخاص، هون اكيد كل شخص لازم يوقف الالياف ويرجع للحكيم تبعوله حتى يقدر يساعده بغير ادويه. حكيتي كمان عن الحساسيات. صح. يعني يمكن ما يكون معه خبر فيها الانسان. مزبوط، هي وحده من الاشياء هي حساسيه اللاكتوز، يعني اكثر شيء نحن بنطلب نوقفوا الحليب والايس كريم اكثر من الجبنه واللبنه، موجودين اكيد كمان بالجبنه واللبنه، ولكن الحليب بحد ذاته والايس كريم هن بنطلب انه نوقفهم نهائيا تنشوف اذا هن سبب عم اذا بدك يزيدوا حاله الكولون العصبي ولا هن بس هدول الاشياء. بنخلط هالموضوع مع شيء ثاني، يعني اوقات كثير بيكون التشخيص مش واضح لانه هالقد متشعب. صح. في عندنا كثير امراض عندها نفس العوارض، في عندنا تقرحات المصران اللي هي شيء كثير مهم انه نعرفه وما نغض النظر عنه، لان مثل الكرون والارثي اش تقرحات مزمنه بقلب المصران، كمان بتجي عن نفس الفئه من العمر بين ال 20 وال 30 وال 50 وال 60، هوليك صرنا عن غير مرض بده علاج دائم وعلاج بيوطي المناعه وكل هدول الاشياء. وفي عندنا اكيد السيليك ديزيز اللي هو الحساسيه على البروتين الجلوتين اللي موجوده بقلب الاكل، وفي عندنا كمان صعوبة الهضم او عدم الهضم الديسبابسيا، هدول كمان بيفوتوا يعني بكونفلي مع الكولون العصبي، مشان هيك نحن لما نروح عند الطبيب كرمال الكولون العصبي بحد ذاته الطبيب ممكن يطلب عده فحوصات او صور مش تيعرف يشخص اذا بدك الكولون العصبي، ولكن تيتاكد انه ما عندنا غير نوع من الامراض، تيتاكد انه هوليك الامراض مش موجودين على اساسهم يقول لك اوكي عندك الكولون العصبي هيدا هو العلاج اللي بدنا نقدمه. نقدم هيديك الامراض بصير هين شو هي طرق التشخيص؟ مثل ما قلنا ما في تشخيص معين، ما في لا الاي بي اس بس بقيه، يعني حتى نقول انه البقيه مش موجوده. في عندنا فحوصات دم مختبر عاده بالاي بي اس بتكون نورمال، بينما بالهوليك الفحوصات ما بيكونوا نورمال. في عندنا فحوصات خصوصي للسيليك ديزيز او حساسيه القمح، في عندنا اشير الالتهابات بقلب الدم وبقلب الخروج كرمال الكرون ديزيز، واكيد في عندنا التنظير المصران يلي هو عند كل حدا فوق ال 40 سنه بنسعى انه نعمله حتى نتاكد ما في عندنا مشاكل اورجانيك مثل الكانسير مثل التواليل او اسباب ثانيه ممكن عم تعملنا هدول العوارض، واكيد ما في تقرحات المصران المزمنه اللي كمان بتبين على التنظير اللي هو عباره عن كاميرا بقلب التويو، بنقدر من خلال المخرج نفوت نتفرج على قلب المصران الغليظ ونشوف شو في بقلب. اذا تنقول انه في كولون عصبي بدنا نكون شلنا كل البقيه على جنب، مشان هيك الفحوصات بتكون كثيره. بس امتى رح يتوجه الانسان لعند الطبيب؟ يعني وين بيشوف انه خلص مش انه شغله وعايش معها وعم يتعايش معها بالاحرى؟ في عندنا مثل اذا بدك alarming symptoms، هدول العلامات الخطوره يلي موجوده عندنا لازم اكيد ننتبه لها، مثل لما نشوف دم بقلب البراز تبعولنا، لما نصير عندنا حاله البراز تبعولنا عم تتغير كونسيستنس تبعولها كثير، يعني ساعه امساك ساعه اسهال، لما يكون عندنا الام حاده خاصه بالليل وما عم نرتاح لما نخرج او نعمل حركه للمفرق، يعني حركه الامعاء تكون طبيعيه ما بترتاح ما بيرتاح الوجع. لما الانتفاخ كمان يزيد بطريقه كثير كبيره وما نرتاح على ولا شيء من هدول، اكيد لما يكون في عندنا فقدان بالوزن، فقدان بالشهيه الاكل، هدول اكيد ما لازم ننطر ونقعد بالبيت ونقول صبا ما في شيء، لازم نراجع الحكيم تبعنا ونشوف شو لازم. رح ناخذ اتصال. الو. الو، يا هلا. صباح الخير. صباح النور، شو سؤالك؟ بس انا عندي انا القولون يعني يجيني انا احيانا امساك، يعني تشنج كذا خفقان، يجي بالقولون خفقان. نعم، اهلا وسهلا فيك.
الناس كنا عم نقول يلي بيعانوا من هالمشكلة يعني نوعية حياتهم تتأثر كتير، وقلنا أنه يعني بتوصل أوقات للديبريشن هالقد مزعجة القصة، فضروري يكون في تدخل، والشخص لحاله بيقدر هو يكتشف شو الأشياء يلي بتضايقه يبتعد عنها وبكون حل المشكلة. مظبوط، في هو لحاله أكيد هو رح يساعدنا تنحنا نعمل نظام معه، إذا هو ما قدر يعطينا شو اللي عم بضايقه ونحن بالآخر رح نوقف، يعني ما المفروض فينا نقرب، لازم يكون في تعاون بيننا وبينه يقدر يساعدنا تنقدر نوصل. وأكيد كثير مهم مع انه بلبنان بعد ما صرنا هالقد واعيين على هالموضوع انه نقدر نتعامل مع حكيم نفساني او اخصائي سيكولوج، حتى العلاج النفسي كثير بياثر على الاي بي اس وهو اساس العلاج تبعولنا، لانه بنلاحظ كثير اوقات بس نعمل جلسات علاجات نفسيه يعني ببطل بدنا ولا اي دواء غير على جنب. فاذا ايمتى بنوصل لنعطي ادويه ما بعرف اذا تعتبر مهدئه؟ المهد عم قلنا بس ان اللايف ستايل موديفيكيشن ما يمشي حاله ابدا وما يكون عندنا اداره على هيدا السيمتومز تبعه للمريض، اكيد بوقتها بدنا نبلش انتي ديبرسنت. لشو رح تاثر؟ يعني رح تاثر كمان على الامعاء هالقد؟ على الامعاء، نحن عندنا اذا بدك هيدا المثل المشهور انه الجهاز الهضمي تبعنا سيلودوزيوم سيرفو كثير بيتاثر بنفس الوقت كانتي ديبرسنت، مثل ما بنكون عصبين هو بيكون مشنج لانه هي نوع من التشنجات العضليه، اكيد الانتي ديبرسنت والانكسوليتيك حيساعدونا لهال اللي يعمل ارتخاء العضل يلي منه مزبوط او عم يتشنج كثير. بس نوصل لهالعلاج بيكون متواصل يعني كمان ما ضروري يكون متواصل، فينا ناخده على فتره ونرجع نجرب نخففه شوي شوي. وممكن يعني بفترات معينه، هو بفترات معينه ببين اكثر من غير وقت الاي بي اس؟ عاده مثل ما قلنا ستريس بتعمله اكثر عند النساء، بفترات الميعاد بتبين اكثر من غيره اكيد. عند الرجال ما في عنا حقيقه وقت معين مثل النساء، لانه نحن عاده لشانجمون هرمون اكثر من الرجال بحد ذاتهم. فاذا نوعيه الاكل هي اول عامل ممكن انه يكون عم ينشغل عليه. في اوقات كمان يمكن توم بصل شوكولا، يعني في اوقات اشياء ما بيكون بتخطر على بالك او موجوده بقلب الاطعمه ما بتكون واضحه، ما بتكون عم تقصدي تاخديها او كمان بتكون عم تاثر. بس فينا نحط صوره عن نحكي عن القصص اللي ما بتناسب ابدا انه ناكلها، اكيد في عندنا الكرافس، الجزر، الجزر اذا بدنا ناكله بنفضل يكون مسلوق مش ني، عم نحكي عن الثوم، عن البصل، عن البقوليات مثل ما حكينا الحمص، الفول، حتى نوع الفواكه معين، نوع الفواكه بتاذينا اكثر ما بتضرنا، المشمش بكميه كبيره، الباستيك بكميه، البطيخ بكميه كبيره، هو كلهم معقول يضايقونا. الكولون العصبي غير معالج بيوصل لمطرح ولا بس انزعاج؟ لا ما بيوصل، ما بيوصل لامراض اورجانيك ثانيه، ولكن ايه اكيد بياثر على حياتنا، انه بصير عندنا الفتيق، التعب، الارهاق، كل هدول الاساس بياثر، ولكن ما بيوصل ولكن لمشاكل، ما بيوصل لا يعني اكثر العالم بتسال عنه ممكن لانه هالنفخه تاثر انه يصير عندي كانسر، يصير عندي مشاكل ثانيه، لا اكيد اي ساعه ما كان في تدخل رح يكون عم بياثر على النتيجه ويكون عم بيريح المريض. اهلا وسهلا فيك دكتور شرل سالم، اختصاصيه بالجهاز الهضمي والكبد. هلا وقفه ونرجع نتابع.